الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما سعادتنا في ذكر الله، ولا سعادة لنا إلا بذكر الله. تطيب القلوب بذلك، وترطب الألسن بذلك، تهدأ النفوس بذلك، تقوى الأبدان بذلك، ترتفع الدرجات بذكر الله، تحط الخطايا بذكر الله، تتنزل السكينة والملائكة والرحمات بذكر الله، تنخنص الشياطين إذا ذكر اسم الله. كذلك وأعظم من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، إذ قد قال ربي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك لا يفوتنا في مقامنا هذا في كل المقامات أن نصلي وأن نسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة مقدما الشكر لإخواني الذين يتابعوني وكذا الأخوات، وكذلك مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. محمد ابن طنطاوي يسأل: أيهما أفضل، علوم القرآن أم علم الحديث؟ في كل خير يا محمد، بارك الله فيك. مريم عبد الفتاح تسأل: هل يجب إخراج الزكاة كاملة للفقراء؟ مصاريفها 8 يا أخت مريم، إذ الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. لبابة تسأل عن حديث: استعينوا على قضاء حائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، الحديث ضعيف الإسناد. حكم سرقة الولد من والده: لا يجوز للولد أن يسرق من والده، لا يجوز للولد أن يسرق من والده، إلا أن الترخيص جاء في شيء يسير، إذا كان الأب بخيلا شديد البخل ولا يعطي الزوجة ما يكفيها ولدها، فيجوز أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. جاءت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل يجوز زواج الثيب بدون ولي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وبعد: إذا أعضل الأولياء الثيبة وقالوا: قد تزوجت مرة فليس لك أن تتزوجي مرة أخرى، حينئذ تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد شيئا فشيئا. إن رفض كلهم تزويجها زوجها المأذون، لحديث: إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حكم دفع المال من أجل تجنب الخدمة الوطنية لما فيها من المفاسد: الرشوة ستنتشر، بارك الله فيك، وهذا لا يجوز إلا في حالات ضرورية جدا، حالات خاصة استثنائية. إذا كان المسلم سيقتل المسلم، حينئذ يجوز لي أن أتقي قتل المسلمين ببعض الأشياء، لكن عموما لا يجوز، بارك الله فيك
والله أعلم. ولا نحب أن يكون للمسلمين جيش يحارب أعداء الله، وإن كان هناك بعض الانحرافات في بعض البلاد في أوقات معينة، لكن لا تدمر جيوش المسلمين. مقاول يبني شقة بالتقسيط، وهو الذي يشتري مواد البناء ويقسطها، يشتري مواد البناء ويقسطها. هناك صورتان، صورة تجوز وصورة تمنع. إذا قال المقاول أن أبني لك هذا البيت بالقسط كله مثلا ب100,000 جنيه، هذه جائزة. لكن إذا قال سأتكلف 50 وللتقسيط سأدفع 50 وأخذهم منك 60 مثلا، هذه لا تجوز بهذه الطريقة. بسم الله. هل يجوز إعطاء زكاة مال لعلاج مدمن مخدرات لا يقدر عليها إذا شعرت فيه بالرغبة في التوبة الصادقة النصوح؟ هل لله روح؟ الله سبحانه وتعالى قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وشفاك الله وعافاك. الاقتراض بالربا للاضطرار، إذا كنت ستحبس أو ستطرد من البيت تبقى في الشارع، أو لن تجد طعاما وشرابا، أو لضرورة من الضرورات عموما، جاز ما ذكرت. قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من هم رحمي؟ قيل: الرحم الأقارب من جهة الأم، وقيل الرحم الأقرباء عموما، الأقرب فالأقرب، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. حديث ثم تكون خلافة على منهج النبوة، الحديث أراه ضعيفا. الحديث الوارد في فتنة الدهيماء ضعيف فيما أراه، والله أعلم. يقول: كتاب صور من حياة الصحابة جله ضعيف. تكرار العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من كانت حالتها كحالة أم المؤمنين عائشة أو كان من أهل مكة فإن ذلك يجوز له أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بالعمرة من هناك. الربائب أولاد الزوجات من رجال آخرين. أنت تزوجت امرأة كانت متزوجة من قبلك ولها أولاد أو بنات من رجال آخرين غيرك، فهم ربائب لك. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة ولها بنت يقال لها زينب بنت أم سلم، زينب بنت أبي سلمة، ولها عمر ابن أبي سلمة. فعمر وزينب ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة حديث أمسك عليك لسانك، إذا كنت تقصد حديث أو إن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كل طرقه فيها مقال، لكن بمجموعها تحسن أو تصحح.
نعم للمختلئات عدة، ولكن كم هي؟ هل 3 حيضات كالمطلقة؟ هذا رأي الجمهور، أم هي حيضة واحدة كما قال ابن عباس وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، قولان لأهل العلم كما سمعت، والجمهور على أنها تعتد كعدة المطلقة. ما حكم الدراسة بمدارس النصارى؟ مدارس المسلمين أولى لك ثم أولى. هل يجوز بيع كتب الإنجيل والتوراة؟ لا نستطيع أن نحرم ذلك، إذا كانت التوراة محرفة والإنجيل محرف لا يجوز بيع الكتب المحرفة والمنسوبة إلى الله، لكن أنصحك كمسلم أن تبتعد عن هذا، فلم يتداول هذا الصنيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصحك كمسلم لأن الله قد أخبر في كتابه، قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. حكم الطبيب الذي يقوم بعملية زراعة الأعضاء دون علم مصدرها؟ ينبني الحكم على الأشخاص الذين يتعامل معهم الطبيب، إن كانوا من المشهورين بالإجرام يختطفون الناس ويقطعونهم فلا يجوز التعامل معهم، إذا كانوا أمناء وأتوا بطرق منضبطة شرعا فلا بأس حينئذ. كل الأبار في إيطاليا متغير ريحها وطعمها. هل يجوز الوضوء؟ التغير لسبب ماذا؟ المجاري ولا ايه بالضبط؟ فهمني. هل يجوز اختيار نوع الجنين في عملية الحقن المجهري لرجل لم ينجب؟ لا مانع من ذلك، خاصة إذا كنت تعتقد أن الأمور كلها مقدرة وإنما هذا فقط أخذ بالأسباب. أحمد المالكي حفظه الله يقول لماذا لا تجيز القرض لزواج البنت عند التعثر المادي؟ لأنه لا يجب يا أحمد المالكي حفظك الله، لا يجب على الأب أن يجهز ابنته أصلا، وما يفعله الأب تجاه ابنته من المعروف والإحسان ليس من باب الواجب، الواجب على الزوج أن يعطي الفتاة مهرا ويجهز بيته، هذا الواجب، فليست هي ضرورة. ثم إن هناك من يقبلون البنت دون أن يجهز أبوها شيئا، فليست هي بالضرورة الملحة، بارك الله فيك. البنوك كلها سواء، أخوالي قاطعوا أمي حتى ماتت، هل أصلهم؟ صلهم، هم يتحملون إثم القطيعة وأنت لا تتحملها، وذلك لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخونا الشيخ فرج الدريني يسأل عن الإشهار، الإعلان، إعلان النكاح، الإشهار ليس شرطا أمام الناس كلهم، فيكفي أن يعرف عدد من الناس. إذا كنت تقصد الإشهار في المسجد، فلم تكن الأنكحة على عهد الرسول بهذا الاتساع في المساجد، يجوز أن تزوج في المسجد، يجوز أن تزوج في الطريق، يجوز أن تزوج في الحقل، من هناك شهود يشهدون ويعلن في الناس أن فلان تزوج فلانا. يسأل عن ما يقال في الشيخ الحواني حفظه الله، جله افتراءات، والرجل نحسبه من الصالحين ومن أهل العلم الذين يتحرون الصدق في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحسبه من الذين يتحرون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من الأولى بالذين يهاجمونه أن يهاجموا الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، كان من الأولى بهم ذلك أن يحاربوا التبرج، يحاربوا الشركيات، يحاربوا الضلالات، يحاربوا أعداء الله،
الذين يهاجمون دين الله. الكلام يحتاج إلى إطالة، لكن ليس هذا مقامها. نسأل الله أن يحفظ الشيخ أبي إسحاق، وأن يحفظ عموم علماء المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدي شريدهم. اللهم آمين. هل الروح تنزل في الجنين بعد 40 يوما حقا؟ كذا يقول بعض الأطباء، لكن الروح التي بناء عليها تنعقد الأحكام الشرعية من صلاة على السقط على سبيل المثال، من صلاة على السقط على سبيل المثال، من ديات إذا حصل إجهاض، دية المعروفة التي هي الغرة العبد أو الأمة، هذا عند جماهير الفقهاء بعد 4 أشهر. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. الحديث معروف. كنت أحلق، لكن هم يقولون عن الذين يستدلون بحديث حذيفة بن أسيد، يقولون إن كلمة مثل ذلك المثلية ليست في الزمن، كذا قالوا، فخلفوا جماهير الفقهاء في هذه المسألة. يسأل عن حكم الأكل على جنابة. لا بأس بالأكل على جنابة. قد وردت روايتان في صحيح مسلم، بسم الله، أيأكل أحدنا وهو أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. رواية فيها أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ، ولكنها ليست بثابتة. زيادة أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله معلولة. حكم أخذ المحاضرات من كمبيوتر الكلية دون إذن، لا يجوز لك إذا كانوا يحضرون ذلك. حكم منع الزوج زوجته عن العمل للإضرار بها. هل كانوا قد اتفقوا يا أحمد على أن تعمل عند العقد؟ إذا كانوا قد اتفقوا فالمؤمنون عند شروطهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا لم يتفقوا وليست له حاجة إلا الإضرار بها، فيأثم لنيته السيئة ولعمله السيء. إذا كان فقط مجرد الإضرار، ربما الآبار قريبة من المجاري صرف صحي فتتغير رائحة والطعم، إذا غلب ذلك على الماء لا تتوضأ به ولا تستعمله. حديث عفوا، صحة حديث الكبش العربي الأسود شفاء من عرق النسا، حديث ضعيف الإسناد. صاحب شغل، زوجي بيشغله وقت طويل ومجهود كبير. ها؟ صاحب شغل، زوجي بيشغله وقت طويل ومجهود كبير ويقلل أجره، وغيره في نفس العمل يأخذ حقه بنفسه من غير، لا يجوز. لم يعجبك الشغل، اترك الشغل واذهب إلى عمل آخر. صحة حديث سيكون في آخر زمان أقوام يجلسون في المسجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا لا يثبت. علي بن رزق، لا تكن مرجفا يا علي بن رزق. هل أنت تظن أننا نخشى البشر؟ إذا خشينا البشر ما جلسنا مجلسنا هذا، لكن لنا رب ودوما هو حسبنا ونعم الوكيل، ورضينا به وليا ورضينا به نصيرا. فلا تحمل نفسك اسم الإرجاف يا متكلم، فلا أنت ولا هو ولا غيركم تستطيعون أن تضروا أي شخص بشيء
لم يكتبه الله عليه، ومهما تكلم المتكلمون ومهما نبح الكلاب فإنهم لن يضروا أحدا شيئا إلا بإذن الله تعالى. فيا علي بن رزق أقول لك لا تكن مرجفا، وليفعل أحد ما يشاء. بارك الله فيك حفظك الله، لا يكن حظك من هذه المشاكل أن تكون من أهل الإرجاف. فأهل الإرجاف قوم سوء، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلا يكن حظك الإرجاف، فلأن الإرجاف عمل سيء، لكن على أي حال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انتبه لنفسك وحافظ على توحيدك وحافظ على إيمانك. بارك الله فيك. نسأل الله أن يعافي فضيلة الشيخ محمود بن عبد الملك. علاج كابوس النوم. كابوس النوم هذا له عدة أسباب، قد تكون منها أسباب من الشياطين، فعلاجها الرقية، وأن تأخذ بحظك من الرقية وقد يكون هذا قد يكون هذا الكابوس لمرض عصبي. من الذي نقل العرش لسيدنا سليمان؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، والذي اعتمد قوله. أعمل في إيطاليا مع الإيطاليين، هل واجب علي ما حكم أربعينية الموت؟ ما يفعله الناس في بعض البلاد المسلمة من إقامة يوم للتعزية يوم الخميس للميت، وبعد يوم الأربعين للميت، والذكرى السنوية للميت؟ كل هذا ليس في ديننا، كل هذا من البدع والخرافات. يعمل مع الإيطاليين، هل واجب علي أن أدعوهم إلى الإسلام؟ قدر جهدك وقدر استطاعتك، ولا تحرم نفسك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هل ربنا يقبل توبة العبد على جميع الذنوب حتى الكبائر؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للجميع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حديث العمل عبادة لا يثبت. عندي 5 بنات وأريد حقنا مجهريا بذكر، هل يجوز؟ لا مانع من ذلك. الأكل على جنابة أجابنا عليه بما حاصله، أن لفظة أيأكل أحدنا وهو جنب لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال نعم إذا توضأ. الصواب أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. مقدار المال المستوجب لقطع اليد، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. نعلم أن الزواج العرفي بدون ولي ما حكم صندوق التكافل الاجتماعي؟ إذا كنت مختارا لا تشترك في كل هذا. بوزان أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
استغلال الوقت في حفظ القرآن أولى من الأذكار الأخرى، هذا وذاك، وشأن النبي عليه الصلاة والسلام التنويع. قال زوج، عفوا، الطلاق يوم الأحد الجاي، ولم ينوي الطلاق. قال زوج الطلاق يوم الأحد الجاي ولم يطلق ولم ينوي الطلاق، لا يقع بذلك شيء. ما محل النظر في الركوع؟ الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة وأنت راكع، هل تنظر إلى مكان السجود أم لا؟ الأمر فيه سعة. بنت لبست النقاب وهي سن صغيرة، هل يجب عليها لبس السواد؟ لا يجب. حكم طلاء الأظافر بالحنة مخلوطة بالحجر الأسود، كيف حنة مخلوطة بالحجر الأسود؟ حكم ماذا؟ حكم التيمم لإدراك الجمعة. إذا كان الماء موجودا لا يجوز لك أن تتيمم، لأن الله أرشد إلى التيمم إذ قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. حديث لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق حديث معلول. حكم لمس المرفقين للأرض أثناء السجود، حكم لمس الأرض بالمرفقين أثناء السجود يكره، والسنة المجافاة. العادة السرية، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في شأنها إن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل من وقع في الكبائر لجهله بالعقوبة هل يعذر بجهله؟ لا، لجهله بالعقوبة يختلف عن جهله بالكبيرة. إذا كان يجهل أنها كبيرة يختلف عما إذا كان يجهل عن عقوبة الكبيرة، لأن الرجل الذي ظهر من امرأة بغض النظر عن ليست كبيرة، الذي ظهر من امرأته لم يكن يعرف الحكم، لم يكن يعرف الحكم ومع ذلك ألزم به. وأيضا الذي جامع زوجته في رمضان عرف أن هذا لا يجوز وقال هلكت يا رسول الله، احترقت يا رسول الله، ولكن لم يكن يعرف العقوبة. حديث من لم يؤتر فليس منا، حديث يبدو أن إسناده حسن ولكن تراجع العلل في هذا الصدد. وعلى أي حال هو أسأل حديث من لم يوتر فليس منا، لا عفوا، حديث من لم يوتر فليس منا حديث ضعيف. ظننت دخل علي في حديث من نام عن وتر. من لم يوتر فليس منا حديث معلول يا محمد. الله يعافي. حكم استبدال الدولار المجمد بغير المجمد، أي إعطاء 50 مقابل 100، لا يجوز. إن شئت قلت جنيهات 10 جنيهات ورق مفكوكة، 10 جنيهات ب10 جنيهات ورقة واحدة لا بأس، لكن 10 بـ9 لا يجوز. هل العقيقة مقيدة باليوم السابع؟ تلك السنة، تلك السنة. من فاتته تلك السنة هل يلزم بأن
يعق يوم الرابع عشر أو يعق يوم الحادي والعشرين؟ لم يرد بذلك دليل. على ابن رزق أنا أحسبك من الصالحين، لكن كانت رسالة موجهة لغيرك، وإن كانت جاءت فيك، وإن كانت جاءت فيك لكنها موجهة لغيرك. أعتذر إليك إن كنت أنت فهمتها وأنا أفهمتك إياها هكذا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يقول ابني هل عمل قرض لبدء مشروع وليس له سبيل إلا ذلك لا يجوز له يا أم علي؟ وابدأوا بدايات حسنة طيبة حلال، ولو كان المال قليلا، ولو دخل مع شريكا مع شخص هو بخبرته والآخر بماله أفضل وأبرك عند الله سبحانه. متى يجوز المسح على الجوارب لو أنا في العمل؟ هل يجوز؟ معروف الخلاف في المسح في الجورب، هناك من يجوز وهناك من يمنع، وقد تقدم الكلام في هذا كثيرا، بما حاصله أن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب كلها ضعيف، ولكن المجوزون قاسوا الجورب على الخف. المجوزون بنوا على أفعال الصحابة، والمانعون أفعال بعض الصحابة، والمانعون تمسكوا بالأصل، وهو أن الأصل في الأرجل الغسل. هل تجوز نية العقيقة والأضحية؟ كان في بقرة يجوز تذبح ذبح، تذبح بقرة سبعها أضحية وسبعان العقيقة للولد الذكر، يجوز مثل هذا قياسا على دماء التمتع في الحج، وقياسا على الاشتراك في الأضاحي. وأنس كان يعق عن بنيه بجزور. هي لبست النقاب وسنها صغيرة، هي بلغت، هل يجب عليها لبس السواد؟ لا يجب لبس السواد يا أختي، لبس السواد ليس بواجب. نعم هو الأفضل للنساء، لحديث رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب خرجنا وكأنهن الغربان من السواد، لكن هذا ليس بواجب. الواجب ما يستر الجسم ولا يولد فتنة. هل يجوز إسقاط جنين عمره 20 يوما؟ ينظر إلى السبب، لكن على أي حال هو أهون بكثير، أهون ولا مقارنة بينه وبين الجنين الذي نفخت في الروح. هل يمر الوقت عند الميت كما يمر عند الحي؟ ليس كذلك يا هشام، لأن الله قال في كتابه الكريم ويوم نبعثهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما حكم سوء معاملة الزوجة رغم أن الزوج ملتزم جدا ولكن هو حاد؟ يقلل من حجته وهي تقلل من سوء معاملتها، والاثنان يتعاونان على إمضاء كلام الله وكلام رسوله. حكم وضع المكياج للمرأة والخروج للعمل، تلك فتنة والله لا يحب الفساد. هل لي أن أغمض عيني في الصلاة لأن هناك من يشغلنا بتليفوناتهم؟ ليس في المسألة نص، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه تغميض العين في الصلاة، بل قال لعائشة رضي الله عنها أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصويره تعرض لي في صلاتي. وقال أيضا ائتوني أو عفوا اذهبوا بخميصتي هذه، كانت خميصة لها أعلام، واتوني بأنباجنية
أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. يقول: أريد أن أتزوج بفتاة قريبة كبيرة علي بثمانية سنوات، إذا كانت من أهل الديانة والخلق الكريم لا بأس. قد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة تكبره بزمن طويل، وكانت خديجة تزوجت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يذكرون برجلين قبله. هل لم تقبل توبتي؟ أتذكر ذنوبا قد مضت وقلبي ينقبض انقباضا شديدا. إذا كنت تتذكر ذنوبا قد مضت وتسوءك هذه الذنوب التي قد مضت، ولكن لا تصل هذه إلى حد تيئسك من رحمة الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. ما الحكم رأي إمام يحلف بالطلاق وآكل مال الأيتام مع العلم ويتقدم دون أن يقدمه أحد؟ الصلاة وراءه تصح، لكن ينبغي أن تهجرونه في الله حتى يرد المظلمة إلى أهلها. ما الفرق بين العلة الظاهرة والعلة الخفية؟ العلة الظاهرة العلة الواضحة، مثل إسناد في سنده رجل ضعيف. العلة الخفية لا، الإسناد ظاهره الصحة ولكن بجمع الطرق يكتشف أنه مثلا مرسل بدلا من ما هو متصل، موقوف بدلا من أنه مرفوع. مصاحف ألاقي في أعلى الصفحات مكتوب بني إسرائيل منها، وش مكتوب إيه؟ ما فهمنا سؤالك. شيف الحلواني يسأل: كيف نوفق بين حديث كل محدثة بدعة وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة؟ السنة غير السنة، أميتت أحياها شخص، أما بدعة استحدث شيئا جديدا في الدين لم يكن موجودا مع توافر الدواعي لفعله زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل. هل القرآن بدون وضوء يقلل الأجر؟ بلا شك أن الوضوء أفضل. زكاة البقرة الحلوب التي تعلف ويباع حليبها، عفوا، فين؟ ويباع حليبها وعجولها. زكاة البقر الحلوب التي تعلف ليس عليها زكاة، لأن الزكاة على السائمة التي ترعى بلا كلفة بلا شراء علف لها. ما الذي على الرجل أن يعلمه لأهل بيته؟ يعلم أهل بيته ما ينفعهم في دينهم ودنياهم قدر جهده واستطاعته، ويبدأ بالأولويات. حديث خير الأسماء ما عبد وما حمد لا يثبت. هل يصح أخذ الحقوق بالحيلة؟ على حسب الحيلة، لكن عموما مسألة الظفر لا أدلتها. رجل ظفر بحق الله أن يأخذه دون الرجوع إلى المماطل يجوز. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ورب العزة قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وقال: وجزاؤه سيئة سيئة مثلها. أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لا يثبت. مداعبة الزوجة ونزول مذي يوجب الغسل؟ نزول مذي لا يوجب الغسل، المني هو الذي يوجب الغسل، أما المذي فيوجب الوضوء.
حكم الإحرام من مسجد أمنا عائشة، أهل مكة يحرمون من مسجد عائشة رضي الله عنها، وكذلك من كانت لها حالة خاصة كحالة عائشة. أما تكرار العمرة من التنعيم لم يرد، وكذلك لا يقال للذين ذهبوا إلى العمرة لا تحرموا من الميقات وأحرموا من مسجد السيدة عائشة، هذا غلط لا يصح ذلك. تعدوا الميقات المخصص لبلادهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة ذو الحليفة، لأهل نجد قرن المنازل، لأهل اليمن يلملم، لأهل الشام الجحفة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. حكم ضرب الصغير، لماذا يضرب؟ هذا سؤال. وإذا كان يستحق الضرب فالضرب يكون خفيفا مؤديا للغرض من غير إفراط ولا تفريط. ما صحة حديث الدعاء أثناء الأذان؟ لعلك تقصد أثناء الإقامة. الدعاء أثناء الإقامة، هناك حديث في هذا الصدد. أولا، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا، حديث حسن. الشيء الثاني هو الدعاء أثناء الإقامة قبيل الصلاة أو بين الإقامة والصلاة، سند يحسن لكن أخشى من علة فيه، أحتاج إلى مراجعته. أما الدعاء أثناء الأذان فلا أحفظ فيه إلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، والله أعلم. أما عيد الحب فضلالة من الضلالات، وفد هذا العيد علينا من دول الكفر، ولسنا بمقرين لأي عيد إلا الأعياد التي شرعها الله ورسوله، ذلك لأن الأعياد يشرعها الله ولم يشرعها البشر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما قدم المدينة وجد اليهود يلعبون في يوم، سأل فقالوا: هذا عيد اليهود يا رسول الله. قال: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، فليس لنا من أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يخفى عليكم أن الرسول نزل عليه القرآن، وهذه أجل مناسبة وأعظم مناسبة، مناسبة نزول القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لذلك. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر ولم يفعل عيدا للهجرة، وكذلك فقد انتصر يوم بدر ولم يفعل عيدا للانتصار يوم بدر، ولا للانتصار يوم الخندق، ولا غير ذلك. فالثبات على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب العزيز والسنة ألزم للمسلم، والله أعلم. أما أننا كل يوم نختلق عيدا جديدا، وكل ملك وكل رئيس وكل وزير يأتي يشرع عيدا، هذا ليس في ديننا. فالأعياد من النسك، بارك الله فيك. تاب، ولكن هناك من البشر من له حقوق عليه منذ فترة، ومنهم من لا يعرف أن يصل إليه حتى يتحلل منه، يكثر من الاستغفار له والصدقة عنه. بعد الوضوء أشعر بشيء بسيط من نزول البول، هل أصلي أم لا؟ إذا تأكدت من نزول بول فعليك بإعادة الوضوء وغسل المكان، غسل المكان الذي أصابه البول، إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار والبول ينزل دوما، فحينئذ فأنت معذور بارك الله فيك ومن أصحاب الأعذار. يا عبد الرحمن بن عبد العزيز، احرص على ما ينفعك. وجدتك من زمن
تسأل كثيرا عن الأشخاص، اسأل عن دينك أنفع لك حفظك الله. حكم أب لا يأكل الدواء إلا بزجره. تلطف أيضا، هل يجوز تحرير القدس بالمفاوضات؟ إن أمكن أن تحل بالمفاوضات أمكن، ما أمكن أن تحل. كل شيء له طريقته، وكل أمر له الملابسات الخاصة به. لكن إن طرحنا سؤالا عاما، هل يجوز التفاوض بين المسلمين والكفار في أمر من الأمور؟ نعم يجوز، وصلح الحديبية شاهد بذلك، بارك الله فيك. لا أعرف الشخص المذكور، كيف تكون تقصير صلاة في ديار الغرب؟ أنت مسافر أو مقيم هناك يا محمد؟ بين سؤالك، سؤالك غير واضح. لم يرد أن الصحابة تعلموا المقامات الموسيقية. ومرحبا بك يا عمر بن خالد. هل تجوز الصلاة على الحرير؟ لا مانع الصلاة على الحرير، الرجل يصلي على الحرير. المحظور على الرجل أن يلبس الحرير وأن يركب على المياسر الحمراء البرداء التي هي من حرير ونحو ذلك. أما أن يصلي على سجادة فيها حرير، ما أعلم ما يمنع صراحة. أرملة وحماتها طلبت منها أن تتنازل عن حق بناتها فيها لتذهب لعمرة في رمضان، هل إذا تنازلت عن حقهن لها أكون أثمة لحكمهن صغيرات؟ لا، إذا كانت أموال البنات لا أنت ولا حماتك تستطيعون تأخذون أموال البنات. البنات يتامى، بنات أيتام، ولهن حق. لا يجوز أن نقول لزوجة الابن تنازلي عن حق البنات حتى تعتمر جدتهم، لا يجوز هذا. هل نقول رضيت بالله ربا أثناء الشهادة للمؤذن أم بعد الأذان؟ ثلاثة أقوال، لأن النبي قال من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا، هل بمجرد سماع الله أكبر الله أكبر أم حين يعني بعد الانتهاء؟ كان وردت رواية على ما أذكر في مستخرج أبي عوانة أن ذلك يقال عند الشهادتين، وفقك الله. الإقامة في بلاد الغرب، إذا كنت تستطيع إقامة دينك واتقاء الفتن جاز لك بالضوابط الشرعية، وبلاد المسلمين الإقامة فيها أفضل بلا ريب. هل تجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح خارجه؟ إذا كان الناس يذهبون إلى هذا الضريح يطلبون من صاحبه الميت أن يكشف الضر أو يجيب المضطر فلا تكثر سوادهم. إذا كان المسجد مبني ومحاط بسور والضريح بعيد ولا يزار، الصلاة أيضا جائزة لكن مع الكراهة، والله أعلم. أليس تبديل الذهب القديم بالجديد ربا؟ نعم، إذا كان هناك تفاوت في الوزن. والصواب أن تبيع ذهبك وتأخذ الثمن وتشتري كيف شئت. كلمة مدد يا رسول الله شرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حكم دارة أي القرعة؟ مش فاهم السؤال يا عبد الرازق. سمعت أن قراءة كل من سورة القمر الرحمن والمرسلات تقوي الذاكرة، ليس لهذا الكلام أصل. يقول لو أمكن توضح لنا شرح حديث أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا في حال تمكن المسلمين وفي حال قوتهم وقيام دولة قوية لهم، يدخلون الناس في دين الله أفواجا، فلا يتركون الزناة يزنون والجبابرة يذبحون الناس والمشركون يدخلون جهنم.
إنما يرد الناس إلى الدين الحق، لكن هذا عند تمكن المسلمين وقوتهم. هل يجوز ترغيب الزوجة في الخطبة لزوجها؟ لا تدخل مدخلا لم يدخله النبي مع نسائه بارك الله فيك. هل يجوز تقبيل الكعبة عند الطواف؟ تقبيل الحجر الأسود هو الوارد. هل يجوز تسلم واحد؟ تسلم ولا تكلم؟ يعني تسلم على واحد ولا ايه رمزي؟ تسلم السلام عليكم لا تبدأه إذا كان في يصلي، لكن إذا قدر وسلم عليك شخص وأنت في الصلاة فورد أن النبي رد السلام إشارة. نسأل الله أن يحفظنا وإياك والمسلمين يا عمر. قول الزوج كل شيء بيدك ولم يقصد ولم ينوي التفويض، حسب مخرج كلامها، إذا قالت له طلقني قال لها كل شيء بيدك فقالت أختار نفسي، تعتبر تطليقة، أن سياق الكلام ومجرياته فيما أنها بالتطليق. يعني هل تسلم على المصلي إشارة أن أنت لا تبتدئ؟ لكن إذا بدأك شخص من غير المصلين بالسلام، ورد أن النبي سلم عليه ويصلي فرد إشارة. ما حكم رفع اليدين عند التأمين؟ كيف؟ يعني ولا الضالين آمين ترفع يديك، لم يرد، إنما رفع الأيدي في مواطن ثلاثة دلت عليه الأدلة، والرابع ورد نفي ورد إثبات، ومعناه أن النبي فعل أحيانا وترك أحيانا. الثلاث مواطن عند تكبيرات الإحرام، الثاني عند الهوي للركوع، الثالث عند القيام من الركوع، الرابع المختلف فيه عند التشهد الأوسط. يسأل من هم الأشاعرة؟ فرقة من فرق الضلال يتبعون أبا الحسن الأشعري، وهم ينفون كثيرا من صفات الرب سبحانه وتعالى. ما الضابط في معرفة الابتلاء من العقوبة؟ حالتك يا حسين بن مطر، حالتك هي التي تبين لنا أن هذا من العقوبات أو أن هذا ابتلاءات. فإذا كنت مطيعا لله سبحانه وتعالى، كنت مطيعا لله وابتليت، فهذا لرفع درجاتك إذا أنت صبرت. وإذا لم تكن مطيعا لله سبحانه وتعالى وعاصيا، فلعله ابتلاء عقوبة لإرجاعك إلى طريق الله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أما كنت مطيعا، فأيوب كان مطيعا وابتلي، قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هل يجوز إلقاء السلام على من يقرأ القرآن؟ نعم يجوز ولا مانع منه. هددوني وأجبروني إخوتي على بيع ميراثي من أبي، فالأخذ مبلغ الذي هو أقل بكثير من ميراثي. نعم يجوز أخذ جزء من المظلمة أو أخذ المظلمة. زوجي قال لي تحرم علي أو محرم علي، كفارة يمين إذا أراد الرجوع. اسمها بسملة، عمري 7 سنوات. الله يحفظك أينما كنت وحيثما كنت، ونسأل الله أن يلزمك الحياء والوقار وبر الوالدين، وأن يلزمك اتباع سبيل المؤمنات بارك الله فيك. كثرة البكاء مع ضيق الصدر مع المحافظة على الورد. أكثري من ذكر الله والدعاء حتى تنضبط أمورك. المرأة المستحاضة كما لا يخفى تختلف عن المرأة الحائض، فالاستحاضة دم، الاستحاضة دم نزيف، أما الحيض معروف صفة أنه شهري وله ملابساته. فالمستحاضة تصلي وتصوم ويخشاها زوجها، أما الحائض ليس لها شيء من ذلك. قول عمر من سب الله فاقتلوه لم يمر علي مسندا.
شديدة العصبية وتندم، ماذا تفعل؟ تسأل الله أن يصرف عنها ذلك وأن ينزل عليها السكينة، تسأل ربها أن ينزل عليها السكينة وأن يذهب عنها تلك العصبية، وتجاهد نفسها، فالحلم بالتحلم. بارك الله فيك. حديث مشهور عن الفيز: الأكل على الجنابة يورث الفقر، لا يصح. عملت الغضروف وأصلي على الكرسي وأنا جالس، لا بأس، صلي على ما تستطيع. الفوائد البنكية حرام، الودائع البنكية المصحوبة بالفوائد حرام. حكم جمع المال بين العمال كل شهر وإعطائه لواحد منهم، إذا كانوا يتفقون على شيء، عمل جمعية كما يصنع الناس لا بأس، أما إذا كانت صورة أخرى فوضح. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في فترة الحيض؟ لا مانع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما المس فاحتياطا وخروجا من الخلاف تمسه بحائل. حكم مس المصحف للحائض: في خلاف، فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قيل المطهرون الملائكة، ولا يمسه عائدة على الكتاب المكنون. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، الصواب فيه أنه مرسل. قال إن أعياد الميلاد وأعياد الحب وأعياد الغرام وأعياد العمال وأعياد الدولة وأعياد المحافظة، كل هذا لا مستند له، يحفظك الله يا بكور. متى يجوز أن نرد الإمام إذا أخطأ خطأ يغير المعنى عن معناه؟ يقول: كلمة تثبيت لطلبة العلم في ظل هذه الظروف الصعبة. أقول بالله تعالى التوفيق: إن الأمر كله لله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دولا يداولها بين الناس، فلا تيأس أبدا يا طالب العلم، ولا تيأس أبدا يا مسلم من رحمة الله. إن الله سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تيأس أبدا، فإنه لا يقنط من روح الله إلا إنه لا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاثبت على كتاب الله، وأحسن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، أحسن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إن شاء الله درس في محله بإذن الله تعالى، لأن الوقت قارب الانتهاء. لم أقل لا نرده، لكن كما قال قائل: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. وأنت تعرف أن الله قال لكل نبأ مستقر، وقال كل أمر مستقر. فأقول مذكرا إن الخطب يكون يسيرا عندما يتناول شخصا أو عالما بالكلام والطعن فيه، لأن الله سينجيه بإذن الله. الخطب يعظم إذا تعدوا على شريعة الله، فإن الذي يفعل فيما يبدو توطئة لتغيير شعائر الله سبحانه وتعالى، توطئة لكي يجعل الذكر كالأنثى في الميراث، توطئة لمنع النسل، توطئة لأمور شديدة. فنحن نتحمل بإذن الله تعالى، لكن لا نسكت أبدا على أن تنتهك حرمات الله سبحانه. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط،
إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون عليه الصلاة والسلام غاضبا وينتقم إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فأذكر أهل الإسلام بالمحافظة على حدود الله، أذكر أهل الإسلام بالثبات على دينهم، والحذر من العلمانيين، إنهم لا يريدون شخصا بعينه، إنهم يريدون محو الهوية الإسلامية، محو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا، ولكن أضمروا الزندقة وأضمروا الكراهية للإسلام، أضمروا الكراهية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجب أمر أحد هؤلاء الطغاة الذين يقولون نبقي آية الميراث تتلى ونثبتها في المصحف كما هي، ولكن يعطل العمل بها. وأي ضلال أشد من هذا الضلال؟ وأي زيغ أشد من هذا الزيغ؟ أحذر أهل الإسلام من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين، هؤلاء الذين يضمرون الشر للدين. قد تجد الرجل طيبا ويتصدق ويصلي ويصوم، ولكن إذا جئت تقول له إن يد السارق تقطع، يقول هذه وحشية، فيرفض حكم الله المنزل. إذا قلت له نتحاكم إلى ما أنزل الله، فكما قال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إذا قلت له إن الخمور محرمة والتبرج محرم ينفر منك نفور البغل الشموس، وهو يصلي ويصوم ولكن لا يعرف كثيرا من دينه، أو يرى المنهج العلماني القائل دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فيقصر الدين بفهمه السقيم على الصلاة والصيام والزكاة والحج. ونعلم يقينا أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وأن الذي أنزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الذي أنزل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي أنزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو الذي أنزل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، هو الذي أنزل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هو الذي أنزل صلوا عليه وسلموا تسليما. فالإسلام جزء كما قال لا يتجزأ، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ختاما أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبالعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات على هذا الدين الحق. قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكم هاجم شخص الإسلام فإن مصيره الآن إنه ملقى في سلات المهملات، إنه يلقى في سلات المهملات، والذي ابتغي به وجه الله والذي رجي به وجه الله هو الباقي في صحائفنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات اجتهدوا في تعلم دينكم، فكم من جاهل يعادي لجهله، كم من جاهل يعادي الحق لجهله بالحق، فكان لزاما أن نبين للناس الدين الحق. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فعلموا الناس الحق وأرشدوهم إلى الحق. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فهناك أناس لجهلهم يكذبون بالصواب وبالحق، فكان لزاما أن نعلم الناس الحق والصواب، فإن الشخص يجهل ما عداه. قال علي رضي الله عنه
حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا وقد قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فهناك من يحاربون الإسلام ويحاربون الصالحين دفعهم إلى ذلك الجهل، ولو تعلموا ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه. وهناك أناس يحاربون الإسلام وقصدهم حرب الدين، ولكنهم يستترون، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فلزاما أن نشخص حالة هذا الذي يهاجم الدين، هل هو يهاجم لجهله وقلة علمه، أم يهاجمه نقمة على الدين؟ انتبهوا يا أهل الإسلام لدينكم، والله يحفظكم ما دمتم تنصرونه وتنصرون دينه. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هكذا قال تعالى، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله، أينما تكونون وحيثما تكونون، احذروا من الفئات المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة، احذروا من كل هذه الفئات الشاذة الضالة، وكذلك احذروا كما أسلفت من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين وغير هؤلاء. ختاما أتوجه بالشكر لله وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أتوجه بالشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.